السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خارفين توا بقدرة الله ماشيين البنف ونوريكم حاجات باهية وإن شاء الله نتلاقوا في ساعة سعيدة. السلام عليكم. هذه بعد ما كملنا البيتزا متاع البارح أو بدينا ديريكت قال لي عن مدام عنا العجينة هذه متاع اللي شفتوها يعجن فيها، قال لي خلينا نعمل خبزة باش نعمل بهم كسكوتات الغدوة الحي. احسن تخمير على الخبز طاو احنا باش نقسموها على اثنين كيما هكا، وبعدين نزيدو نقسموها على اثنين اخرين كيما هكا. احسن تخمير تحط في الفريجدير، تحط تعمل واحدة العجينة وتحطها ديركت في الفريجدير وتخليها. لانه هذه راهو العجينة متاع البارح متاع البيتزا عمل بزايد شوية وخلى منها باش نعملوا منها الخبز اللي خارجة، حطيناها في الفريجيدير ومزيد كي خرجت الله مصلي على النبي، يعني ماكم شفتوا التصويرة كيفاش طو باش يطيبها. ها مع وعدنا خبز طو كيما بيتا بريد، خبز لبناني. اوكي، واحدة تطيب والثانية حل فيها وحضر فيها، ديجا هي خامرة بالبداية كما قلت لكم. خبز خفيفة وسريعة وفي ساعة ما تطيب وتحضر وتعملوا بها كل شيء. تو هذه الخبز هذه تنجم تعملوها حتى بيتزا، تعرفي تحطي في كمونة تشيز لهنا تحطيها في الفرن تولي لك بيتزا. بيتزا المقلة. بيتزا خبزة بيتزا خبزة كيما هكا بنينة، والله بنينة. تعرفي كنا نحن في الخدمة كانوا يعملوا لنا بيتزا كيما هكا بالخبز هذه، وأنت تختار تحط فيها اللي تحب عليها وتقول لهم شنو تحب تحط، وبعدين في ثلاث دقائق عطوك بيتزا في ماكينة تدخل منها تخرج منها. يا هكا صاي. هكا هو خليه يطيب عاد هذوما الخبزات باش ما يجيش علينا الفيديو طويل. مش بالضرورة طيبوهم ياسر ياسر، خاطر هما ديجا يعني يتصحدوا يكفوا. تعرفوا اللي ثم في التورتيلا في المكسيكو خبزة دوب اللي ما تتمس بالنار خلاها بيضة. التورتيلا حلوة ياسر، بنينة ياسر، خبزة بنينة ياسر. صباح الخير، شنو أحوالكم؟ قمت في الصباح نشرب في قهوتي هذيك قبل كل شيء باش واحد عيني تتحل. مستعدة بصراحة، اكسايتد يعني فرحانة باش نخرج الخرجة هذه. عندي برشا باش نعمل لكم فيديو به ان شاء الله، لانه برشا طلبوني يحبوا على الخرجات نمشيو مع الكواليس مع بالتفاصيل شنو التحضير. من المصاص باش نحطوه في الكسكروتات باش نهزوه معانا، باش نزيف عليه بعد ما يتبدل، نزيد نضيف عليه شوية طماطم وفلفل حلو ملح. انا حاجة بسيطة مش باش نحط لا بصل ولا حتى شيء، جست صوص نتاع ساندويتشات. هذه هي الصوص، قال لي راجلي شافها تفجع من الفلفل اللي فيها، خاطر معروف الفلفل هذا عمل 3 قرون حار ياسر. هكا هو باش ندفع عليها وخليها تبرد ونعبيها في حكيكه. هو الشاري هذايا حلال سلامي ولا حلال هوت دوغز ولا حلال مرقاز ومعاه لحم مفروم، هو ما ياكلوش هذاك. باش نعمل انا الكعبه برك نهزها لروحي، وهو ونعملوا كعبات مرقاز من اللحم ديريكت باش نوليخ. باش نفوح انا شويه اللحم به، عندي شويه بالكل زعتر وكليل لازم منه ذاك الغالب نحطه في كل شيء، انا شويه ملح بطبيعه الحال باش ما يجيش ماسط. طبعا فلفل الكحل هذا نزلت كي ريحته البارح في الليل بعد ما طيب عمكم نور الدين الخبز، وهذا شويه كركم بطبيعه الحال تعرفوا قداش صحي الغالب. والله ردوا بيكم يا بنات راهو صحي، ما تستغناوش عليه، سواء كان في الماكله سواء كان في هذه بابريكا سواء كان في الماكله سواء كان مشروبات. بالنسبه للناس تضعف بالنسبه للناس المرضى راني انا بالمحسوس راهو جربته ما شاء الله ما شاء الله. الكركم الطبيعي نقول الطبيعي اللي هو اورجانيك بيور اللي هو متأكدة من المصدر متاعه، مش تشري من السوق ملون، لا يصلح لا للسوق ولا للصندوق هذاك، فهمتوا؟ كما أنا اللي عندي من تونس هذا مخاطر مطمنة عن فيه عملته في وجه اللهم صل على النبي. ماكو شفت الوصفة كيفاش وصاحباتي جربوه وماكو وصفة روعة ناجحة. زنجبيل مطحون
انا باش بعد ما عجنتهم كما شفتوا باش نضيف عليهم كعبه البصل. برياني هذا سبايس نتاع هنود وباكستان، باش نعملها شويه بالكل على خاطر حاره. طبعا بما انه انا مسيو باش ياكل منها عمكم نور الدين، ما نجمش نحرحر برشا، باش نعمل شويه. اما انا بيني وبينكم كي نبدا نعمل باكو كامل كيما هكا شفتوها، فهمتوا؟ هذا نحطوا باكو كامل، نحطوا في الروز كي نبدا نعمل برياني والا اللحم مفروم. يعني باكو كامل نحطوا على الكيلو اللحم مفروم، يجي تري مع كعبتين الكيلو، كعبتين بصل مطحون كيما هكا مبروش، وفوحها وتزيد الفحاطه نتاعك، يجي تري ويهبط. تنجم تعمل معدنوس، اما انا مش باش نعمل معدنوس اليوم. باش تشوفوا الكميه نتاع البصل، يعني كميه محترمه باهيه. يجي عمكم نور الدين يقص الدلاع. هذا خذيت شويه بركة صوص وخليت شويه لسميه، خاطر سميه مش ماشيه، عندها امتحانات ربي ينجحها. هي موني حاسيل وخليت لهم. خلينا نكمل نعجنها. قال عمك نور الدين باش ناخذ منها نص بركه، في بالي باش نقصها انا في الشقاله، الحقيقه اسهلنا، لكن هو قال لي خلاه براج باش نحي نص خليه لسميه وموني لهنا في الدار، ونهزو نص يكفينا. باهي باش نشويه توا أربع سويبات، وباش نخلي البقية للبنات. ما يتغطاش ويعرق يزيد يطشطش أكثر. ما نسيتش ما نفهمش حتى مصر. حتى هو فرحانين بالخرجة حنا اليوم. خرجة بلايصة مش نقول لكم يا بنات. تابعوا الفيديو بركة البقية كان نجم أكيد نجم نهبط لكم مع التحضيرات شوية، والبقية أكيد المرة الجاية خاطر يولي ياسر طويل. وهو نحن نهبطوا فيه يزني نهبطوا كيكة بالكواليس باش يعيشوا معايا، معناها الفرحة والجو والدنيا كل. حطوا بدا على وجهك. هاو حطيته هنا كاغت باش يشربك الزيوتة، وخليه يبرد مش توا، خليه يبرد وبعد نغطيه. هذوما الحكوك اللي احنا باش ما نطيشوهمش نستعملوهم الحاجات هذيا. باهية عمكم نور الدين يعمل في التاي الماء سخون، الساعة يحب يعمل ماء سخون. تحط فيه حشيشة ولا لا؟ ديريكت من اوكي، والسكر هز معاك ولا تخلطوا دبر راسك حسبي. تقريبا التحضيرات نتاعنا حضرت، يعني كملنا الماء نتاع القارص بالقارص موجود نتاعي هذاك، باش نزيدوا طبعا ازيد نهزوا معانا. هذه الدلاعة هزيتها بالطبق نتاعها باش غادي ما تتمسخش ونقصوه غادي. الخبز في الساشي، صوص لحم مفروم مسويبة، وهذه الحاجات نتاع السلطة مع بعضهم. شنو اللي وتيها وعمك نور الدين يعمل في التاي هاكا مريق الامور. تقريبا هذاك هو، خاطر عمك نور الدين هز الحصيرة خرجها باش نقعدوا عليها غاديكا كي نلقاو بلاصة بعد ما نطلعوا نمشيو للشلال. انا تو باش نشرب الماتشا والكلوروفيل باش يعطيني طاقه ان شاء الله باذن الله. يلا بيه هذوما حضرناهم صايير هنا، حطيتهم في البان باش تجينا اسهل. مشروبي طبعا انا هذا سانيتايزر، الكرت اكيد نتاع اليدين نسحق قولو تاو البيبر، وعندنا الماء بالقارص، وهذا التاي نتاع راجل، وهذوما الماء ان كيس نستحقو طبعا اكيد على وضوء على حاجه. هو موجود الماء لكن شكون يعرف، نبدو في الكهرباء ما نستحقو اكثر ماء. وهذه ضروري ضروري جدا، هذه نتاع الشمس واقي الشمس، حتى في ديما مضابينا في الصيف ما تخرجوش بلا واقي الشمس، حتى في الدار وانت تدور في وسط الدار لازم واقي الشمس، خاطر توا الشمس توا ليت مضره برشا برشا، وباش تحافظ على بشرتك ونعومتها وماشي العروسات. فما ننساوش رواحنا، نعملوا الماسكات ديما في الدار، ولكن زادا واقي الشمس ضروري جدا باش نحافظوا عليه. بشرتنا الجميله احنا نسيره باهي. يا عبد الرحيم ان شاء الله مشي يحط توا عمكم نور الدين، يهز ويحط في الكهرباء من تالي. انا حضرت كل شيء وهو يحط من تالي، وبعد كان نمشي نطلع انا توا نلبس وبعد نرجع. هاي حضرنا كل شيء عمكم نور الدين، حط الحاجات. يلا باش نقصدوا ربي توا ان شاء الله نشوفوكم اذا كان منطقه نظيفه مزيانه، يعني نقف ونصور فيها. يلا بسلام. شنو نقول قبل ما نقص دور ربي؟ ننظف شوي البلع. عبينا الغاز وخلاص.
عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خارجين توا بقدرة الله ماشيين البنف ونوريكم حاجات باهية وإن شاء الله نتلاقوا في ساعة سعيدة. أو عمكم معايا مانيش ماشية واحد شفتوه. نتفرجوا في أنواع الكراهب تسلا وشنية ذيكا تويوتا تويوتا وهوندا يعني الأنواع كل يتعدوا من قدامنا. تسلا بالتريسيتي اي نو كل الكتريك كنا قربوا لها تنصورها فيش المنظر. وانتي مزلت في الكرهبة الواحد يمتع عينيا وذيك علاش أنا نحب نصوركم كل شيء صراحة. سامحوني لكن أنا نحب نصوركم فيها بالثلج بالرغم اللي 35 مليون باش تتفرهدوا معايا وتمتعوا عينيكم إن شاء الله. شوف شو البقر شو سبحان الله ما شاء الله الله أكبر. شوف ما شاء الله الجميل شوف تبارك الرحمن. حس الغالب باش تسمعوا انتوما خاطر احنا في كياس هكا داير بينا جبال هاك تشوف كيفاش. طبعا هاي واي اللي هو الطريق السريع ياسر حس. حنقربوا لعمكم نور الدين مالله ما شاء الله. هاي ها واو شنو عامل جو صورتك ايه مرة صورت ايه اخرى عاملين ولا طيارة. طيب نصورك مرة اخرى شمس شمس قوية ياسر ما شاء الله. هاي سبحان الله يعني يتحرك يا لطيف وعم تبقى فيها واحد سبحان الله والله مرعب وثبات سبحان سبحان. من الحاجات اللي حبيت نوريها لكم الكوبري هذا شفتهم زوز انفاق زوز كل فتره تلقى تلقى زوز يهز ويجيب هذوك معاملينهم للحيوانات باش تتعدى من فوق لفوق دبوبه ولا غزلان ولا بقر ولا اللي يجي من فوق لفوق باش الكرهب ما تضربهمش لانه تصير برشا حوادث ويقتلوا برشا غزلان طبعا حوادث كهرباء طبعا نتاع سيارات يعني مش قاصدين لكن الغال يعني تصير. هنا وصلنا للمنطقة لك لويس هذه منطقة حلوة برشا بين الجبال هم المناطق البانف والويك لويس وكل المناطق اللي باش نمشيو لهم كلهم بين الجبال خاصة البانف مشهورة برشا. وصلنا لهنا للبلاد وطبعا باش ندخلوا نتعداو باش نتعداو بعض البلاد هذيك لأنه كي دخلنا تدخلوا لك لويس تلقوا وسط البلاد فيها البلازا وفيها قهاوي فيها رستورانات ولكن شوفوا من بعد نتعداو ندخلوا لهيش كاش اللي باش تشري قهوه ولا حاجه وكل شيء غالي طبعا هذيك خاطر منطقه سياحيه لازم تقراوا حسابكم قبل ما تدخلوا قبل ما تمشيوا لك لويس. هذا الطريق كما تشوفوا يهزنا للمنطقه اللي احنا ماشيين لانه لك لويس البلاد الاولانيه نتاعها يسموه كانتري او تاون وبعد تتعدى تدخل عاد للجبال وتجر حتى لنتوصل للجزيره او
للليك اللي هي تسمت عليها، حلوة برشا، منطقة رائعة جدا. نمشيوا مع بعضنا ونخليكم مع الصوت الطبيعي. فما ناس ساكنين فيها زيدا، هذه بلازا فيها قهوة وفيها ريستوران وهوتيلات. هذا من الهوتيلات المزيانين زيدا في ليك لويس. هنا ما تعدى ولا ما تبدا فما كي يبدا الباركينغ معبي، ما يخلوكش تتعدى. جبل اللي هبل شفتو، اكيد ما عدينا اللي فما بلاصه. هما يعديوك بالكرهبة، يقولك تعدى إلا ما يعرفوا قديش من باركينج فاضي. احنا تو دورنا ما لقيناش، هاو باش نزيد نشوف القدام شوية. نتصور غاديك بحذاك الكرهبة الكبيرة البيضة الفان هذيك. يا سيدي منين باش نجيبو، نطلع الفوقة كاين باش نمشيو برشا زمان. ترى شوف ها يا نطلعوا من هنا، نطلعوا من هنا. كله يعدي. هذا كله تواليت، هل تشوف في هذا؟ طالعين توا ماشيين المنط البلاصه اللي قلنا لكم عليها، تهبل البلاصه وبالحق ليك لويس يعني اسم على مسمى. فما هذوما نتصور استراحه ولا شنيه، غاديك الوتيل اوكي الجمال كله. هيك ما شاء الله منطقه حلوه. نجي هذه في الثلج وقت الشتاء تولي كلها يتزحلقوا فوق منها، خاطر علاش تيبس يولي الثلج، واللي يحب التزحلق يجي لهنا. يا عيني يا عيني ما شاء الله، يعني رائعة جدا 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 ما شاء الله. هذا الوتيل هذاك غالي غالي، ما دخلتلوش بصراحة ما نكذبش عليكم على خاطر غالي برشا. اوكي هاي الاسم نتاعها هاو هاك ليك لويس، اللي يحب يعملها سيرش وجوجل. واو ياسر ياسر حلوة الهوتيل، الدنيا كل تبارك الله. شوفوا ليك لويس هذي، في بحيرة ليك لويس. نمشيو غادي نشوفوا المنطقة الأخرى زادة محلاها. نحبوكم تعيشوا معانا، كاينكم جيتوا لهنا لكندا. ما شاء الله مزيان 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 برشا برشا. الصيف في الشتاء ما يمشي، انت تمشي تقعدي في الكرسي، لازم تقعدي في الكرسي هذه لهنا ليك لويس.
على جنب نتاع لك لويس وقال على الكرسي ها ما كرسي مش لازم او كان لاك لويس اللي الناس يدفع عليها ملايين باش يدجوا لهنا حوسوا ممكن ليه انت في لاك لويس تو شوف بالكيل بالله تبارك الله الماء مين صافي الثلج مازال ما ذابش هذا الثلج اما غير مسخ ما يظهرش بالكدا الثلج مازال الثلج مازال ما ذابش في الشتاء في جوا شفت مسخ الثلج هذا اللي بقى من الشتاء من ريحه الشتاء نعملك صوره غديك ولا ها نصورك هنا وين اكل مره تعقل اي وقت طلعنا لفوق فطرنا فرشنا ما كانت الكهرباء بحذنا توا الكهرباء بعيده ياسر نحن طلعنا لهنا وصلنا غادي نحن مش وقت فكر الوحده هذيك اي قعدنا فيها وقتها وفرشنا وكلينا المره ذي الكهرباء بعيده وين باش شوف كلمه شوف كلمه نون يهبل ما شاء الله خلينا نوريهم الاوتيل من قدام كيفاش منظره شفتوا هذا فيه ريستوران فيه اوتيل كامل حاسي ما اما يكوي يعني نار ما تنجمش الزوالي ما ينجمش يدخل غاديك يخلص يبات فيه ليله ولا اثنين صراحه هذا الوتيل 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 شاتو هذا تاع الشاتو هوتيل شاتو هذاك كبر فيها شوي شفت ما شاء الله ثلج تاع البقايا تاع الشتاء ما يتنحاش حتى في عز الصيف يبقى فيه ثلج Thank you so much. Thank you for your time. Thank you. You too. Thanks. Bye bye. جايبينها من قطر سلوقي وقت قال الراجل قال لهم سلوقي يتكلم فيا انا ديريكت خطفوه قالوا ياس ياس سلوقي قالوا ولا يحكي له في القصه كيفاش جابوهم من قطر وكيفاش هي مسكينه ما تحملتش البرد ياسر قال لك جابوها في ديسمبر كان الدنيا ياسر بارده لخاطر تعرفوا سلوقي معناه يعيش في السخانه وفي الصحاري والكل حاسيله قال مسكينه معه والحمد لله تو لاباس خليني نصور كاش شت 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 حرك 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 حيد باش يهرب لا لا ما يهربش خاطر عارف يا متعود بالناس يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي لا لا ممنوع تو مروحين خارجين من لاك لويس باش نمشيو نشوفو بلاصة باش ناكلو فيها إن شاء الله باش نفطو خاطر جيعة تقريبا توما ثلاثة وتو ماشيين جزيرة ليك لقاها اسمها مورين ليك ما كنا نمشي لهش بصراحة من قبل قال لي راجي خلينا 25 كيلومتر بعيدة على ليك لويس باش نخرجو توا منها نشوفوا بلاصه ناكلوا فيها ومنها
نمشيو المنطقة هذية. على كل حال إن شاء الله فيديو جاي نوريكم فين المنطقة ذي الليك ذي اللي مشينا له، حلو برشا، أحلى حتى من ليك لويس، فيه مناطق طبيعية حلوة وزادة جو كبير، كيفاش فرشنا في الغابة وناكلوا، خايفين هو يعس من ورايا وأنا نعس من وراه، وطالبين من عندكم أنتم النجدة باش تتفرجوا وباش كي تشوفوا دب ولا حد جاينا باش تقولون. صراحة بصراحة يقتل بالضحك. نتمنى يعجبكم، نتمنى يا ربي تتفرهدوا ويعني ويحظى بأعجابكم بالحق بالحق بالحق. نحبكم برشا برشا. يلا نخليكم يلا توا مع المناظر هذية، ونشوفوكم إن شاء الله فيديو غدوة بإذن الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.